وأسلم هنا الرئيس إسماعيل عمر جيلي والسيدة الأولى خضرة محمود حيد والشعب على السبيح والبريزيدونات حق الأنكس الذي يوجد هنا في هذا اليوم وأقول لهم شكرا. إن شاء الله باقي لنا 7 شهور من الانتخابات الرئيسية. أنا أقول لكم وأنصحكم لازم نصوت للرئيس إسماعيل عمر جلي لأنه الرئيس معه برنامج ومعه لما تختار شخص لازم تختار بإيش تختار الشخص تختاره بالبرنامج حقه. هنا نحن لا نرى شخص ثاني الذي معه برنامج والذي إلا إسماعيل عمر جلي ونحن دائما مع إسماعيل عمر جلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.